بص، مرة واحدة اللي ندمت إن أنا رفضت سفر عشان شغل. كان جالي سفر لتونس، ما الله كنتش رحت تونس قبل كده خالص، الله وفي نفس الوقت أنا جالي سفر تونس، جالي عرض في لبرنامج إن أنا أشتغل معد فيه. أكل العيش أهم. أكل العيش أهم، قعدت لأكل العيش جه والسفرية طارت. يا مصطفى، إزيك؟ عامل إيه؟ إزيك يا محي؟ ايه الاخبار؟ وحشتني. وانت كمان عامل ايه؟ انا كويس. كله حلو؟ انت النهارده جاي في الموضوع اللي هو بالنسبه لي انا شخصيا يخصك. هو موضوع شخصي قوي ما بيننا يعني. السفر. عندنا حاجات حلوه كتير فيه مع بعض. عندنا احلى رحله في الحياه. فكرتني. دي احلى رحله في حياتي. فكرتني. الناس على فيسبوك بيطلع لهم كده هوجه كده، فاجي اقول لك سافر انت مش شجره. طب انا راجل مش بحب السفر قوي. كده انا بقيت شجره؟ خلاص يعني ينفعش يبقى ليه اهتمامات تانية؟ لازم اسافر عشان اكتسب الحاجات، ولا هو ينفع الواحد يعمل الحاجات اللي على مزاجه عادي يعني؟ هو طه حد طال اللي يبقى شجرة اصلا يعني، بس الناس فاضية ده يعني. تمام. الناس فاضية. بص هقول لك حاجة. كل واحد، احنا عندنا مشكلة على الفيسبوك يعني، على السوشيال ميديا بشكل عام، ان كل واحد بيحط الاحكام اللي منطبقة او متوافقة مع شخصيته وحياته وتجربته. مظبوط. يعني انت بتحب السفر، ممكن تكون مش قادر تسافر، شغلك منعك تسافر، حياتك منعك تسافر، يا سيدي معكش فلوس تسافر. ما ده 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 دي الصفه اللي تنطبق علينا كلنا مثل. يعني. في كورونا خلتك تكره قفلت السفر، قفلت على الكل بقى قفلت يعني. على الكل، كلكم شجر، كلنا بقينا شجر بقى، بس بنفرق بقى. في واحد شجره مانجا، واحد شجره يعني برتقال، واحد شجره مش عارف ايه، خلاص بقينا كلنا موالح. شجر اللبون دبلان على الارض وكل الحاجات الجميله. بالظبط. طب انا هو ده مش انعكاس يعني، هو السوشيال ميديا انعكاسنا دي. بالظبط. ده مجتمعنا. فهو مجتمعنا غاوي الموضوع بتاع ان هو يقفش في موضوع جديد كده، يطلع موضه يقول لك يلا كلنا نعمله، يلا كلنا نسافر دلوقتي نسيب البلد فاضيه. بص، هو ما اظنش انه موضه او انه حاجه موجوده في المجتمع اكتر مما هي موضه. اوكي. يعني معنى انه احنا بنبص جيلنا مثلا والاجيال اللي بعدنا قاعده بتبص دايما الناس بره بتعمل ايه. مظبوط. الناس عندها فكره السفر. خلي بالك برضو الميديا بتحلي في عينين الواحد حاجات كتير ما بيبقاش واخد باله منها، والناس بتتفرج على افلام دوكيومنتريز وبلوجرز بتوع اليوتيوب والسوشيال ميديا، والناس اللي بتعمل فلوجات من حتت، والحاجات دي كلها بقت تشجع الناس انها تسافر، خصوصا لما بقى تكتشف ان في مناطق بقى زي زنزبار دي اللي طالعه موضه بقى في الحته اللي مش عارف فين، فهتروحها يا باشا ب 10,000 جنيه. لا ده الحق، ده السفريه هناك ارخص من شرم الشيخ. فكره السفر في حد ذاتها جميله وممتعه، بس انا شخص من الناس يعني، انا من الشجر، انا ما بحبش اسافر، ما بحبش اسافر كتير، ودي حاجه غريبه جدا. انا يعني كائن، لا هي مش حاجه غريبه على فكره يعني، ده مش غريب يعني. انا هو ده بقى اللي انا بقولك عليه، ان هم سربوا لك احساس بان انا ما بحبش اسافر، انا بقيت شخص غريب. لا، انا بحب اسافر بقدر. بالظبط. يعني احنا ليه سفريه في السنه حلوه كده اللي انا بفك فيها الفيشه، بشد الفيشه وانبسط. ليه بقى اللي هو بتاع سفر اول كل شهر دي؟ طب يعني ورايا انا اجيب فلوس منين؟ طيب بالظبط، اكل العيش ازاي يا جماعه؟ بالظبط. انت قلت حاجه مهمه في وسط كلامك، وحاسس انها يعني كشاف كده هينور حاجات كتير. الفكره بتاعت ان الناس بتشوف الحاجه على صور وفيديوهات وحاجات من دي. يا جماعه، اللي انت بتشوفه في الحقيقه هو بي او في، بوينت اوف فيو عينيك. انت ما بتشوفش البيرد اي بتاعه الميه الزرقاء في خضراء في احمر في ابيض، والناس انت ما بتشوفش ده. بالظبط. انت عينك مش اللي يشوف مصر من فوق مش زي اللي يشوفها من تحت، زي اللي يشوفها من تحت خالص. انت تحت، انت لما بتسافر بلد بتبقى تحت، فتجربك مش هي الشكل الصوره الحلوه، تجربك هي تجربه انسانيه. وقفت مع بياع، قلت كلمه يعني، زي احساسنا لما سافرنا المغرب سوا. وانت اعظم صديق سفر ورفيق سفر انا قابلته في حياتي يعني. ربنا يخليك. ان انت تمشي في الشوارع وتحس ان البلد دي اهلها بيحبوا المصريين بجد، مش الكلام اللي بيتقال المصريين محبوبين، لا هم بيحبوهم بجد وبيعاملوهم فدي تجربه انسانيه. المناظر الحلوه بتاعت المغرب انا يمكن ما شفتهاش كلها، او ما شفتش واحد في المليون منها، بس عشت التجربه الانسانيه. فبحس ان انت لو عايز تبيع السفر للناس ما تبيعهوش بصور، بيبيعوا ليه بتجربه يعني. انتوا بتبيعوا مناظر لبعض وصور وانستجرام وستوريز وحاجات كده. ما هو هقول لك حاجه، انا بالنسبه لي تجربه السفر هي احتكاك بالبني ادمين، مش فرجه على المناظر. بمعنى جزء طبعا موضوع انك بتشوف بلد جديده وبتشوف اماكن جديده وحلوه، بس خلاص المكان لو رحته مره عينك خدت عليه، فالانبهار والشغف والحاجات دي كلها بتطفي، واللي بيفضل في الاخر علاقتك بالبني ادمين والقصص اللي انت بتطلع بيها.
مظبوط. زي ما انت قلت كده، احتكيت ببياع مش عارف ايه، وبشخص هنا، بحد حكى لك حكايه هنا، رحت سوق ضيق شعبي في حته، رحت مكان محدش بيروحه، رحت اكلت اكله في مطعم غريب شويه. التفاصيل دي هي الحلو في السفر، مش السفر في حد ذاته. اه طبعا، انا واحد من الناس اللي بالنسبه لي مشوار المطار ده امتع حاجه في الدنيا. فكرة السفر في حد ذاتها جميلة وممتعة، بس انا شخص من الناس، يعني انا من الشجر، انا ما بحبش اسافر. تجربة البني ادمين والتجربة في الظروف، يعني لما بتسافر وانت معاك قرش زي لما بتسافر وانت معاك 1000 بالظبط، يعني الموضوع بيتغير من هنا لهنا. ومن الحاجات بقى الكارثية من وجهة نظري يعني، وانا مش بقول ده من اللي هو الكليشيه الجاهز بتاع سياحة بلدك والسياحة الداخلية والكلام ده كله، انا بقول على تجربتي يعني. انا زي كل مواليد الثمانينات اللي اتجوزوا وفرحوا عملوا وسافروا اخر الدنيا، يعني من شهر عسل في بالي واندونيسيا والافلام الهندي دي كلها، من يوم ما دخلت البلد والناس كلها بتتكلم عن حاجه اسمها سي ووك. كل البلد بتوع، كل ما تقابل حد يقول لك لازم تعمل سي ووك. ايه قصه السي ووك ده بقى؟ فموضوع مهم، تدفع دولارات كتير فبياخدوك في لانشن، ياخدوك في وسط البحر، تنزل على عمق مش عارف 18 متر كده، تمشي على الارض ومسك حبل كده وعينك شايفه السمك، 7 سمكات بالظبط، وميه انا لو عملت ايدي كده بعيد عني كده مش هتشوف، انا مش شايف ايدي. فخرجت قلت هما بعولك الموضوع، هما لو انتوا شفتوا يا جماعه شرم الشيخ ده انتوا ممكن يغمى عليكم. بالظبط، انت بتشوف على بعد 100 كيلو وانت بالزبط تحت الميه. فحسيت ان هو لا، طب هو احنا من باب اولى بقى نسافر هنا، يعني نلف يعني نستكشف هنا. طيب بمناسبه كلامك على السفر، انا يعني بقى لي فتره كده هتجنن واروح سيوه، عمري ما رحتها، ومن كثرة الفيديوز اللي بشوفها بقى للناس اللي بتروح تعمل فيديوهات بقى من سيوة، وفيديوهات بجد بقى مش حكاية صور أماكن، لا حبيت الموضوع قوي. فقررت إن أنا يعني على فكرة بقت من البلان بتاعتي يعني الفترات الجاية إن أنا كل سنة أروح حتة في مصر جديدة ما رحتهاش قبل كده، وغريبة بقى، بعيد عن فكرة البحر والمدن الساحلية، لا أروح أكتشف كده أماكن. طيب حلو حلو، أنت وديتني في حتة حلوة. أنا مثلا بسمي نفسي سائح شواطئ، أنا مش بحب الفرهدة، انا عايز اشوف شط جديد. وربنا رزقني ان انا مواليد بلد فيها اعظم شواطئ العالم بالظبط، فبحس ان هو انا يعني مفيش احتياج لان انا اروح حته جديده الا في السفريات اللي انا ببقى عارف فيها معايا مصطفى معايا فلان، لان انا نفسي لوحدي ممكن تسفرني البلد افضل قاعد في الفندق لحد ما اروح. حصلت معايا كتير، لو معيش حد كده فرهود وعايز يفرجني، هو عايز يفرجني على حاجات وبقدر ما هو يعرفني شخصيا فيفهم ان انا هحب ده ومش هحب ده، فيبدا يعمل لي الرحله جميله، انا مش هتحرك. هو حلاوه السفر في الصحبه، ده حقيقي. يعني انا رحت بلاد لشغل يعني كتير جدا، وبلاد حلوه منها لبنان مثلا. يعني اول سفريه ليا في لبنان اتخنقت جدا، كنت قاعد في الاوتيل لان كنت لوحدي. جميل، مع ان لبنان جميل، لبنان جميله بس قاعد لوحدي ورايح لوحدي وفي شغل وما اعرفش حد، فجربت كده كاروز في الشوارع شويه كده بالليل، فحسيت ده مش مبسوط برضو يعني. لان غالبا بتكاروز وانت على قرب مكانك عشان ما تتوهش، هتوه بقى مفيش حد. فبالنسبه لي الموضوع ما كانش احسن حاجه. صحيح لما رحتها بعد كده بقى كان معاك ناس، فبدات تحس ان البلد حلوه وجميله وتكتشف فيها حاجات، بس يعني تجاربي انا في السفر عموما اللي لوحدي ما كانتش احلى حاجه خالص. نعم. خصوصا هي كانت سفريات لشغل مش سفريات للسياحه، انا اغلب سفرياتي بتبقى سفريات شغل يعني. ما هي بتبقى سفريات شغل، احنا بنمد 5 ايام بنمد 5 ايام زي ما انت عارف، نتفسح ونتبسط ونكتشف الاماكن بقى. حاجه تانية برضو انا مش يعني حاجه هي ما اعرفش هي تبع هي بتيجي مع السفر باكج كده، ان انت تسافر مكان يجي لك يحضر شيطان الشوبينج فتنزل تعبي، ده اساسي. بعدين تروح بيتكم تبص على الفواتير تتجنن، تكتشف ان هو طب ما هو انا فرقت ايه، ما انا كنت بجيب من بلدنا تقريبا بنفس الاسعار يعني. في حاجات مفرقه شويه، بس هو حلاوه انك جايب من بره بس دي الفكره جد. يعني اللي هو الحاجه دي انا جبتها من البلد الفلانيه سنه كام مش عارف ايه، عارف يعني ممكن يجيب جزمه من بلد سافرتها وهي موجوده هنا في مصر وفرق السعر مثلا ما يزيدش عن 50-100 جنيه يعني. بس تفضل بقى حاططها في الجزمه اللي جبتها من انجلترا يعني، اللي هو يعني جزمه بتتكلم انجليزي، يا سلام، حتى لو اختها في مصر شبهها بالظبط وبتنطق عربي، بس هو فكره انا جزمه بتتكلم انجليزي على تراب لندن، على تراب لندن. هي دي الفكره يعني. يعني مش عارف، طب هل ده جديد؟ ده بقى السؤال اللي انا دايما يعني دايما دي فكره بتطاردني طول الوقت، هل ده مثلا يخص ما بعد الانترنت والسوشيال ميديا ولا ده موجود
من ايام التلفزيون وقناتين ولا ده، وكان موجود ايام الراديو. يعني كل ما نرجع لورا هنلاقي نفس الحالة دي، ان الناس بتحب تسافر للسفر بس انا عايز اسافر وخلاص. لا هتلاقي دي جديده، لانه الاوساط اللي كانت متعوده على فكره السفر كانت قليله قوي. اوكي. والناس اغلبهم يعني ناس من طبقات اجتماعيه يعني عندها مرتاحه ماديا، او ناس شغالين في الميديا، لانه يعني بحكم شغلنا في الميديا بيخلينا نلف ونسافر ونروح ونيجي. لكن ثقافه نفسها السفر ولف العالم وكده انا شايفها بدات مع جيلنا احنا، يعني من فكره الالفينات، وبعدين كمان مع انه السفر بقى سهل مش صعب زي زمان. فاكر انا في سفريه ندمان عليها طول حياتي وحتى هذه اللحظه زعلان جدا ما عملتهاش. في 2007 جالي صديق وقال لي، بقول لك ايه، جاي لي اوفر من شركه سياحه محترم جدا، عظيم، نروح نشوف الكلاسيكو في برشلونه ب 4000 جنيه في 2007. 2007 ده كانت الدنيا طحن بس يعني لا وبعدين قال لي ب 4000 4000 وكسور حاجه كده، قلت له انت مجنون؟ قال لي والله الاوفر موجود ويلا بينا بتاع. وفعلا يعني طياره كانت بتطلع وهتاخدك من مطار القاهره، الباكج كله انك هتطلع من المطار هتروح تنزل في اوتيل صغنطوط كده في برشلونه ثلاث نجوم يعني العادي بتاعنا، يعني لما بتحب نتبسط يعني. وهنحضر الماتش، هو يوم قبل الماتش ويوم الماتش ويوم بعد الماتش، بالليل هنركب الطياره ونيجي. الله. انا بقى عملت شجره. عملت شجره ندمان عليها جدا. عارف ليه؟ لانه شجر جميز خالص. يعني التجربه نفسها كمان، عارف اقول لك حاجه، لو كانت السوشيال ميديا قويه قوي وقتها زي دلوقتي كنت هتتحمس، كنت هروح، كنت هتتحمس. فكره بقى انك تصور بقى من الملعب وتشير وبتعمل الحاجات دي بتفرق جدا يعني. يعني فكرتني بروسيا مصر في كاس العالم، دي كانت تجربه حلوه جدا. عظيم ان انت رحت، يعني انت لحمت شهر العسل في موسكو في روسيا في المونديال في كل الحاجات. انا الحاجات كلها يعني يعني نوعا ما انا بحس ان برضو ده جزء من نصيب. يعني 2007 دي مش نصيبك كمان يعني. خلاص يعني خلاص انا لا انا سفريت كاس العالم دي، كميه التعديلات اللي حصلت فيها بسبب التذاكر ولخبطه التذاكر ولخبطه الحجوزات، يعني لحد اخر لحظه سفريتي ممكن تتشتمي. هو عدت كده، هو كان مكتوب لك عشان تاخد الصوره بتاعت المشجع الوحيد وتبقى حديث السوشيال ميديا بقى ترند. طيب في حاله تانية بقى، هي دي حالتي برضه، حاله شخصيه جدا، ان عادي انا ممكن تحت الضغط اسافر. بتحصل. فسافرت انبسطت، ظهرت مشكله جديده بقى، ان انا مش عايز اسافر مكان تاني غير ده. غير ده. انا هنا يا جماعه لقيت نفسي هنا وهفضل اسافر هنا، ويعني وده بيحصل لي حتى جوه مصر، يعني جوه مصر في المصايف والحاجات مش عارف ايه. لو انا بقالي 5 6 مرات انا مسافر نفس المكان لان انا ارتحت ومش عايز انا مش عايز اجرب. ما تقنعني مش جاي، انا هروح نفس المكان اللي انا بحبه. فهل الحالة دي بتحصل لك اللي هي بتاعت ان هو انا ارتحت هنا؟ لا هي حصلت لي اصلا. اوكي يعني تمام. يعني مش لوحدي يعني، انا مش مريض. حصلت لي حصلت لي مع المغرب بقى. المغرب رحتها اول مرة في 2010. جميل. كان في صيف 2010. جميل. ومن ساعتها لدلوقتي رحت المغرب تقريبا 14 مره 15 الله. مره حاجه في الـ في وعدنا يا رب. انت رحت وشفت يعني يعني تستاهل. بس بقى يعني عارف، هو اللي ربط الواحد بقى بالمكان الصحاب، انك بتعمل صداقات لسه. يعني هو ده اللي خلاني اقول لك انه قصه السفر مرتبطه بالبني ادمين والبشر. يعني انا في لحظات ما كده حسيت ان بقى ليا عالم موازي هناك، يعني من علاقات وصحاب ومعارف وشغل وغيره وغيره. فده اللي ربطك بالبلد، غير بقى انه البلد حلوه يعني جدا. لما تسافر بقى مثلا كذا مدينه، طنجه، مراكش، لا هي البلد ودوده. بالظبط، ودودين جدا. شبهنا شويه يعني، شبهنا كتير استقبال الناس دي شبه عندنا. شبهنا كتير قوي، وفي نفس الوقت هم عندهم تنوع ثقافي مرعب في البلاد نفسها في المدن. يعني لو رحت المغرب مثلا كازابلانكا، هتلاقي نفسك وحشك تروح مراكش. فدي سفريه تانية. بالظبط. لو رحت طنجه، يعني مثلا رحت كازابلانكا ورحت مراكش ورحت طنجه ورحت اجادير ورحت فين تاني، الرباط، لفيت لفه حلوه يعني. فكل مره بروح بلد منهم مثلا لاسباب تتعلق بارتباط شغل او حاجه، الاقي نفسي لا انا ما روحتش طنجه. فتحس ان طنجه دي دوله تانية او بلد تانية وسفريه تانية. طيب تعرف ان انت بتقوله ده تقريبا، اللي انت بتقوله ده تقريبا تقريبا نسخه من الكلام اللي انا كنت بقوله عن مصر، اللي هو انا رحت مكان جديد، هل انا خلصته عشان اروح غيره؟ بالظبط. طب ما انا دلوقتي رحت المغرب وزرت مراكش، طب ايه رايك انك ما رحتش كازابلانكا؟ طب ما دي سفريه. لا انا اروح بقى الهند. طب ما نخلص دي.
نخلص الحته يعني دي وبعد كده تستكشفها واستمتع بيها. يعني هو مش تشيك مارك، مش جدول كاتب فيه اسامي دول. خلي بالك في ناس بتتعامل مع الموضوع بكده، انه دي دول بخلصها يعني لسته اللي هو وعد بقى اقول انا اكتب على الانستجرام بتاع 19 بلد 19 بلد والدوله رقم 58 وبتاع والجو ده، دي حاجه حلوه يعني. وبرضو انت في ناس عندها كمان متعه انه يشوف التاشيرات على الباسبور. انا اعرف واحد يعني بمحتفظ بالباسبورات بتاعته والتاشيرات، وتقريبا هيعمل لها مجلد على الحائط كده زي لا زي. طب انا بقى في موقف زي دي بحب ارجع لورا قوي بقى. ورا قوي. هل السفر طول عمره يحمل هذا السحر من ايام الرحاله والناس دي؟ يعني دايما الموروث الشعبي والعربي يقول لك في السفر 7 فوائد. فكرة السفر هي مفيدة وممتعة في كل الأحوال. يعني السفر بيتباع من على السوشيال ميديا من أيام الجاهلية؟ لا، السفر بيتباع من أيام ما كان بيعملوا برديات وعناقة والكلام ده. جميل. يعني السفر السفر متباع للناس كفكرة. بص، هو أنت بتلعب على غرائز البني آدم، منها الفضول وحب الاستكشاف. عظيم. إنك بتروح مكان غريب بتشوف شيء جديد، ده بيلعب كده في حتة جوه الغرائز البشرية. أنا خلاص كده. فخلاص تعشت. فهي فهو بايع لك الموضوع من بدري قوي. انا بحس ان الناس بتوع الجماعه بتوع ورا خالص دول زمان جدا دول كانوا بيسافر مكان يلم خبره ومعلومات ويرجع لاهله يقول لهم ده انا شفت هناك كذا كذا. هل ده شبه السوشيال ميديا النهارده، انك بتروح مكان تصور وتورينا احنا اللي ما رحناش الدنيا عامله ازاي؟ الاهداف مختلفه. زمان كان الـ 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 البشري البني ادم يعني كان دافع السفر بالنسبه له هو الاستقرار واكتشاف موارد جديده، وانه يعيش في مكان افضل، وانه او يعرف ثقافات جديده لا او يتوسع يعني ده غريزه التوسع اللي موجوده يعني. يعني حاجه بقى مرتبطه بالقبليات وامور اخرى بعكس المصريين. على فكره احنا المصريين بنحب القعده اقعد وازرع واستقر يا باشا ولازق فيها مش سايبها يعني. وده مستقر من فجر التاريخ. فانت هويتك اصلا المصريه القديمه يعني هي تميل الى الاستقرار. الفلاح المصري اللي بيجي بيقعد هنا جنب النيل وبيزرع وقاعد، انا مش سايب الحته دي. انما المناطق المحيطه بيك بقى يعني زي شبه الجزيره العربيه وغيره وغيره، هم اصلا طبعهم رحاله وبيكتشفوا ويروحوا ويجوا بتاع لاسباب تتعلق بغريزه البقاء. اسباب بيئيه، مصدر اكلي وشربي، بيبحث عن الاكل والشرب وغيره. اللي حاصل دلوقتي ملوش علاقه بده، ولكنه هو لو هنقيسها كسوشيال ميديا، انا بحس احيانا على سبيل التفاخر او التباهي او الحاله اللي مسيطره على السوشيال ميديا، فكره انه انا احسن منك، انا عندي اللي انت مش عندك، انا الحلم. ما احنا من زمان قبل السوشيال ميديا كان عندك النفر اللي بيقول لك في اوروبا والدول المتقدمه. ايوه طبعا. يعني حاله التفاخر دي واضح انها كانت موجوده من قبل. كان عندك المصري اللي بيروح 6 شهور الخليج ويرجع لسانه معوج مثلا. يعني يقول لك السياره فين، سياره مين يا معلم، ده انت يا حماده ده انت لسه مسافر في شهر 6 اللي فات، سياره الجوال بقى والجوال والبيجر وبتاع يبقى برضو واضح تاني كده ان السفر من زمان قوي وهو حته حاجه كده بتفشخر بيها. بالظبط، انت بتعمل حاجه مش كل الناس بتعملها. حتى لو رحت تشتغل مربطون، لا اقفش، حلوه ده. انت بتعمل حاجه مش كل الناس بتعملها. بالظبط، يعني دي نوع من انواع اللي هو البحث عن التميز. اروش واحد اصحاب. طبعا ما هو ده باين على السوشيال ميديا. 3/4 المحتوى اللي بينزل على السوشيال ميديا قايم من اول الصوره للراي للتعليق لكل حاجه بتتعمل فيها، جزء منها ليه علاقه بفكره انا بتفشخر على اصحابي. انا لما بكتب يعني راي ما، فانا بقول انا بفهم، انا محنك. ولما بتصور في حته ما انا جامد. يعني لغايه دلوقتي مش متخيل مثلا الناس اللي بتتصور في اماكن سهر وتحط صورها، يعني كل واحد حر، بس جزء منها فكره انا بروح المكان اللي انتوا مش بتروحوه. انا بعيش التجربه دي مرارا وتكرارا في الحفلات. بالظبط، الناس ما بت يعني ده موضوع حلقه ثانيه بقى. ازاي تتعامل وانت بتستمتع بحفله ولا بسينما؟ انت رايح تتصور، كميه الموبايلات المرفوعه هو يعني انا عايز اهبده بايدي واسع. يا عم مش شايف انت رافع ايدك وكل الناس رافعه ايدك، طب ما ايه رايك تسيب الموبايل وتتفرج؟ بالظبط. وعلى فكره في ناس تقول لك ده دوكيومنتيشن للحظه. لا، هو مش كده خالص. يعني انا شايف انه في 100 وسيله انك تدوكيومنت اللحظه، مش انك تصور وترفع. يعني محتاج صوره قدام المكان مثلا او فيديو. بالظبط بالظبط. وبعدين في ناس بتاخد فلوس كتير قوي علشان تكفر الموضوع ده بكاميراتهم، بكاميرات بروفيشنال. يعني تسيبونا نتفرج بقى. بس هو زي ما بقول لك السفر، يعني انا في بدايات علاقتي بالسفر كنت بحب اتصور كتير في كل مكان.
اكتشفت بعد فترة ان انا صوري الاولى في سفريات كتير قوي راكنهم في فولدر على اللابتوب بتاعي القديم اللي مرمي في الحتة الفلانية وما برجع لهمش. حلو. وبعد شوية لما اجي ارجع لهم اقول مش حلوة. لا ايه ده؟ بس هو يعني يعني بترجع تفتكر شوية ذكريات، بس ما بتشوفش ان الموضوع مهم للدرجة دي. ممكن ده يكون انا يعني غيري كده. انا عندي حاجة شبه كده شوية. انا بحس ان السفرية كلها مهما طالت 10 ايام يومين 15 شهر هي محتاج صورة. بالظبط. صورة واحدة. بس انا بقى طبيعي ايه؟ انا السفر بالنسبة لي حكايات، مواقف وحكايات. طب الصور. الله. السفر بالنسبة لي الموقف والحكاية والحدوتة. وهقول لك ان السفر فادني جدا في انه جزء كبير من حاجات انا كتبتها في شغل يعني كنت بستعيد خلفيات من مواقف حصلت في سفر وغيره وغيره. طبعا. فده خبرات. بعدين انا بقول ايه؟ ان الحياة دي يعني احلى حاجة في الحياة انك ان شاء الله لما تيجي تتقاعد كده ويبقى عندك 60-70 سنه ولو ربنا ادانا عمر يعني، وقاعد وسط احفادك واصحابك القدام وبتاع تلاقي حاجات تحكيها. طبعا. يعني انا اذكر انه في شخص عزيز عليا جدا، استاذ فاروق ابراهيم المصور، المصور الكبير. طبعا. الله يرحمه. طبعا. مصور عبد الحليم وام كلثوم. الراجل ده انا يعني كنت قريب منه في اخر ايامه. تخيل انك تقعد مع واحد كل قاعده بينك وبينه 3 4 ساعات عنده حكايات ما بتخلصش. ايه الحياه السريه دي يا جماعه؟ طبعا. ايه الراجل؟ وبعدين مفيش حاجه بتقع لانه الحاجات حقيقيه. صح. وعاشها بجد. هو المخ بيتهيألي بشكل اوتوماتيكي يعني هو المخ عموما يعني لوحده بيفلتر بينقي المهم يحتفظ بيه. فاكتشف كده مع الوقت ان انا السفريات اللي حبيتها طالع منها بذكريات وحكايات بقعد احكيها في قعدات مع صحابي، مش على سبيل الفشخره بس احكيها مع صحابي اللي عاشوها برضو يعني. انا وانت مثلا سافرنا مع بعض المغرب فهتلاقينا اتقابلنا مرتين ثلاثه بعد كده قاعدين بنحكي على اللي حصل فيها. صح. مع فلان الفلاني رحت الحته الفلانيه بنحكي. فانا بالنسبه لي السفر تجربه حكي. انا كنت لسه بحكي والله عن المغرب من اسبوع برضو معنا صحابي. لا هي المغرب فيها سحر برضو غريب كده انه انت كل ما ترجع منها لازم تحكي وتقول اللي حصل كده وعندك حاجات جديده يعني. انا عندي حاجه كده برضو ليها علاقه برضو بالسفر. بس دي بقى حاجات شخصيه يعني مش لازم تبقى عند كل الناس. انا بقول الكلام ده بس بعرف انت عندك ايه شبهه يعني. انا عندي اغنيه. انا عندي يعني سفريه باغنيه. انا عندي سفريه بالبوم يعني. يعني ماشي. يعني سفريه بالبوم باغاني. الالبوم بتاع فيروز اللي نزل في 2010 اللي هو الاغنيه بتاع القايل عن حبي وحبك مش حلو. ايه الرزق ده؟ وده بقى مرتبط عندي مش بسفريه، ده بمشهد. انا كنت في اوتيل كنت في طنجه في طنجه في المغرب. الله. والالبوم نزل وانا مسافر. حلو. فداونلود على طول بقى وبتاع وكده على اللابتوب. وكنت بقعد الصبح المطعم بتاع الاوتيل بيبص على البحر. الله. فكل يوم الصبح اقعد اكتب ومشغل يعني افطر واخد اللابتوب اقعد اكتب شغلي ومشغل الاغاني وكده. في واحد صاحبي عزيز عليا قوي يعني كان كاتب قريب على فيسبوك ان اخر حاجه رايقه حصلت في كوكب الارض كان البوم فيروز. ده هو الالبوم ده بتفاصيله وبتفاصيل الرحله كلها هو مرتبط بي. انا بحس ان انا يعني انا اغنيه لان انا ممل اصلي شويه بقفش في اغنيه يعني ما بسيبهاش كلنا كده. انا زيك برضه غير وانا كاريه يعني من كتر ما سمعتها. فبحس ان هو وكمان دي حاجه انا عمري ما رتبت لها يعني عمري ما قعدت ادور كده هو انا هسمع ايه وانا مسافر دبي او انا هسمع ايه وانا مسافر المغرب. هي بتيجي بالظبط هي جت كده وجايه مع المود فتفضل بقى تعيد نفسها. في ناس عندها ده مش عندي عند ناس تانية يعني هو ده بقول لك الافكار اللي شبه كده. ناس عندها لبس معين في تيشيرت ولا بنطلون ولا كوتشي ولا حاجات فده هيودينا برضو هيرجعنا بقى لاول حاجه قلناها خالص. طب ما واضح كده ان الناس اللي بتقول سافر انت مش شجره عندهم حق. ما هو السفر حلو وفي حاجه ما هو حلوة. بص هو السفر حلو بس هو السفر لمن استطاع اليه سبيلا يعني. الله. فكره احنا الحياه لازم نكون منطقيين شويه. جميل. تجلتش نفسك مورال الحدوته بتاعتنا الجميله دي. ما تجلتش نفسك لو ما عرفتش تسافر لانه انت مش قادر تسافر. انما ما تاخدش السفر ده حرب وانا لازم اسافر حبيبي لو في جيبك اخر جنيه هتروح تسافر بيه؟ العقل بيقول ايه؟ اقعد يعني. انا في واحد صاحبي عزيز عليا عشرة عمر يعني يسافر باخر جنيه. لا انا يعني بص مره واحده اللي ندمت ان انا رفضت سفر عشان شغل. كان جالي سفر لتونس. الله. ما كنتش رحت تونس قبل كده خالص. الله.
وفي نفس الوقت انا جالي سفر تونس، جالي عرض في لبرنامج ان انا اشتغل معد فيه. اكل العيش اهم، اكل العيش اهم. قعدت لاكل العيش جه والسفريه طارت. فندمت، فقررت اخد قرار بعد كده في حاجه، انه لو جات لي سفريه حلوه في اي وقت وعندي حاجه هحاول اوفق باي شكل من الاولويه للسفر. لو منفعش لا اقعد. بس هو السفر في حد ذاته شيء ممتع وجميل، واقدر اقول للناس يا جماعه سافروا، بس ما تقعدش ماسك تليفونك طول الوقت. ما تحولش السفريه ان انت رايح شغال مصور، يعني اتبسط، قابل بني ادمين، اتكلم مع ناس، اشتري حاجات، كل حاجات، روح اماكن، روح الشوارع، اقعد في الكافيهات والاماكن والقهاوي الشعبيه، حاول تكتشف. بطل الحياه، بطل الموتور وسيب نفسك للموجه. بالظبط، هي ترفعك. بالظبط. وعايز اقول لك، انت لو رحت بلد مره صدقني لو رحتها تاني وتالت ايا كان البلد دي هتكتشف حاجات جديده. هي طول الوقت تاني زياره غير تالت زياره غير رابع زياره غير خامس زياره، يعني طول الوقت انت عينك شايف حاجات جديده. بالظبط، عينك اعتادت حاجات وشافت حاجات. يعني احنا بنقول ان يعني ماشي تمام سافر لما ربنا يكرم. بس هو عموما تعليقا برضو على الحته بتاعت الشغل والسفر، انا لو انا فروم نو وير كده من لا شيء من لا مكان، جيت قلت لك بقول لك يا مصطفى دي تذكره طياره لفرنسا ودي تذكره طياره للمالديفز، اختار واحده فيهم والرحله على حسابي. لو انت اخترت مالديفز انت ما صورتش صوره برج ايفل. لو انت اخترت برج ايفل اخترت انك تروح عشان الصوره دي، انت ما صورتش صوره المايول على الشط المنور ده. فكل الاختيارات فيها خساره، حتى الاختيار الرائع هو تبعيه الامر، انت بتخسر حاجه قصاده. بالظبط. فهي هي هي دي شبه اللقطه بتاعت ما تجلدش نفسك، هو كده كده في حاجه بتحصل مقابل حاجه ما بتحصلش. ما بتحصلش. بالظبط. بس بمناسبه المالديف وفرنسا اقول لك حاجه اخيره، انا لو خيرتني هروح فرنسا. اشمعنى؟ عشان بحب المدن اللي فيها شوارع وبني ادمين، ما بحبش المدن اللي فيها بحر وبتاع. انت مش مواطن، مش المواطن السائح اللي بالمايو. مش السائح اللي بالمايو، انا الراجل اللي بيروح يقعد وسط الناس ويشوف الدنيا فيها ايه. لا ده انا جدا، انا وديني في مكان اقفل المواتير واقفل الموبايلات واسرح في الملكوت. لا يعني أنا... لان انا بحس ان انا بحس ان السفريه وسط الشوارع والحاجات دي نوعا ما بحسها مهمه، بحس ان لازم اكون مركز، لازم اكون واعي عشان استمتع صح، لازم استوعب اكبر قدر ممكن فاحس باللي بيحصل، لان انا لو ماشي نايم فانا هيفوتني حاجات. لا خالص، انا عكسك. انا بالنسبه لي السفر هو التجول في الشوارع. طبعا. انا بروح الف الشوارع كعب داير وامشي بالثلاث اربع ساعات واطلع على بعض، هي دي المتعه بالنسبه لي.